لو فرضنا بأني حددت بعد تتبعي للخريطة الغذائية اللي أنا أتبعها طبيعة الغذاء أو الأغذية اللي قاعدة تسبب إلي حساسية، فإيش اللي يفترض أني أقوم به من بعدها؟ الحل الأمثل في هذه الحالة هو تجنب هذا الغذاء أو هذه الأغذية، لأن بقية الأدوية اللي يمكن تعطى لي هي فقط مؤقتة تتعامل مع الحالة أو الأزمة لحظة حدوثها، بحيث أنها تخفف تلك المواد الكيميائية اللي يفرزها الجهاز المناعي عند أكل هذا الغذاء، وما تلغي مشكلة الحساسية من جذورها. بمعنى أني لو رجعت وأكلت هذه الأغذية رايح ترجع الأعراض من أول ومن جديد. إذا باختصار، الحل الأمثل هو تجنب مصدر الحساسية بعد التعرف عليها. إشارة أخرى، البعض خصوصا في القدم كان دائما يتحدث عن عدم أكل بعض الأغذية مثل الحليب والبيض أو الجح أو البطيخ أو الحبحب الأحمر مع السمك لأنها تؤدي إلى الوفاة. واقعا هذا الطرح خاطئ، لأن الفكرة كلها على بعضها أن هذه المواد مجتمعة تتداخل فيما بينها بطبيعة البروتينات اللي تكونها وتسبب حساسية مفرطة عند البعض قد تؤدي إلى مثل هذه المشاكل الصحية غير المرغوب فيها، وإلا المشكلة ما تتمثل في طبيعة فقط الجمع ما بين هذه الأغذية لأنها أغذية سامة.